سعيد جدا بوجودي في ولاية غليزان المجاهدة والعالمة للإشراف على تخرج الدفعات الجديدة في مختلف الفئات، سواء كان أئمة وعاظ أو معلمي القرآن، أساتذة التعليم القرآني أو أي مؤذنين أو قيمين، وتعدادهم 870 على المستوى الوطني. الحمد لله تبارك وتعالى أشرفنا عليه في المعهد الوطني بن داود في سيدي محمد الكبير هنا في غليزان، ومن دون ذلك أن هذا العدد سيكون لبنة في خدمة المرجعية الوطنية الدينية، خدمة الجزائر، خدمة هذا الوطن العزيز، خدمة بلد الشهداء. ونحن في غمرة الاحتفال والتحضير للاحتفالات بخمس جويلية القادمة بعد أيام، والحمد لله الأئمة في هذا الخط الديني الوسطي المرجعي الذي يخدم البلد ويخدم الأخلاق في وقت عز فيه النصير للجزائر، عز فيه من يؤيدها لمواقفها القوية، مواقفها الشجاعة. ومن دون شك أن الجزائر يضاف إلى رصيدها الهيكلي من مساجد ومدارس قرآنية الكثير، نعد في كل سنة تقريبا 100 مسجد جديد يضاف إلى منظومة المساجد، ولكن هذه السنة أكثر من 100 مسجد. ربما في خلال السداسي اللي فات رانا تجاوزنا 200 أو 300 مسجد يعني فتحناها بحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا الدليل على طيبة أصل الجزائريين وحبهم لبلدهم وحبهم للدين وحبهم للأمل وللحياة، الذي يعني رفع شعاره السيد رئيس الجمهورية لكي نندمج في تنمية البلد وخدمة شبابنا إن شاء الله.